اهلا بحضراتكم مره تانية. فوز مهم وغالي بالنسبه للنادي الاهلي بالامس على الجونه بنتيجه 2-0، وهو مهم في الحقيقه بسبب الظروف الحاليه اللي بيمر بيها الفريق من خلال يعني تعثرات متتاليه، خساره بطوله كاس مصر قدام نادي الزمالك، اهتزاز في مستوى الفرقه واهتزاز على مستوى الثقه اللي بتتعلق بكل لاعب داخل الفريق. فالفترة كانت صعبة، لكن بنأمل بشكل كبير جدا ان امبارح تكون بداية الانتفاضة عند نجوم كبار ولاعيبة مميزة جدا داخل النادي الاهلي. ولما بقول ان هم لاعيبة مميزة طبعا لان الناس دي في نفس الوقت اللي جابت بطولات كتير قبل كده، رغم ان جمهور النادي الاهلي ما بيكتفيش ابدا ابدا باي كم من البطولات، حتى لو 2 دوري أبطال أفريقيا ورا بعض و2 سوبر ورا بعض و2 برونزيتين ورا بعض وعدد كبير من الألقاب المهمة والصعبة للغاية قدروا ان هم يحققوها، طبعا جمهور الأهلي ما بيكتفيش، لكن الرصيد ده يقول ان احنا عندنا فرقة كويسة كان ناقصها شوية ثقة. فبالتالي الفوز بتاع امبارح ده هو فوز معنوي من الدرجة الأولى بالنسبة لفريق النادي الأهلي. وبصراحة يعني قبل ما اتكلم على الفوز وعلى اللعيبة لازم اتكلم على جمهور الأهلي اللي طول أحداث اللقاء تشجيع بشكل كبير، ودقيقة دقيقة وثانية ثانية هم بيهتفوا للفرقة وبيشجعوا الفرقة، وده إن دل يدل على مدى الوعي اللي عند جمهور النادي الأهلي وصعوبة المرحلة وأهمية مساندة الفريق حتى لو هو مش في أفضل حالاته، وإن الجمهور دايما بيبقى عليه يعني دور كبير جدا في كيفية المساعدة في الاستفاقة أو على الاستفاقة بالنسبة للاعبي النادي الأهلي بعد فترة صعبة جدا جدا على الفريق وجمهوره خلال الفترة اللي فاتت. فأنا بشوف أن امبارح الجمهور أو جمهور الأهلي فاز على الجونة أولا، وثانيا طبعا لاعبي النادي الأهلي اللي ابتدوا يستعيدوا الثقة. نتمنى بس الاستمرارية، لأن احنا كنا في ماتش فيوتشر جامدين قوي، في ماتش فيوتشر قطعنا الدنيا، مسكنا فريق فيوتشر بصراحة 4-0 بأداء إيه، ما كانش ليهم أي نفس في الملعب، مش عارفين يباصوا باصتين على بعض. فقلنا خلاص بقى الأهلي الدنيا بقت حلوة. جيت بعد كده هوب اتخبطت في ماتشين بيراميدز والزمالك، فما كانش فيه استمرارية على المستوى ده، وفي عوامل كتير ممكن تأثر طبعا زي المباريات المتتالية وضغط المباريات والإيجاد وكل الحاجات دي طبعا بتؤثر بشكل كبير جدا على أي فريق في الدنيا، يعني خصوصا لما يكون فريق زي النادي الأهلي هو أكتر فريق لعب ماتشات في العالم كله تقريبا على مدار الـ3 سنين اللي فاتوا، يعني بسبب الوصول للنهائيات في بطولة دوري أبطال أفريقيا، كمان المشاركة في بطولة إضافية وهي بطولة كأس العالم للأندية. ممكن البعض يقول لك ما هو الزمالك كمان أو في أندية بتشارك في البطولة الأفريقية بس ما بيكملوش للنهائي، الأهلي بيكمل النهائي حتى البطولة اللي خسرها بيوصل للمباراة النهائية، فبالتالي المباريات بتبقى أكتر بخلاف مباريات كأس العالم للأندية اللي الأهلي بيلعب فيها أقل حاجة 3 مباريات، وخصوصا لما بيوصل للمباراة بتاعت قبل النهائي برضه في نفس البطولة. فهي كل دي حاجات اكيد اثرت على الاهلي، لكن الجمهور ومساندته للفرقه كان شيء ملحوظ ومهم ومؤثر جدا جدا على مدار الـ90 دقيقة امبارح حتى بالوقت بدل الضايع. ويا ما قلنا وعدنا واكدنا على ان الجمهور هو العنصر رقم 1 بالنسبه لفرقه النادي الاهلي، لكن بخلاف كمان دور الجمهور البارز لازم نتكلم على العناصر اللي تميزت في المباراه امبارح.